في الأوقات اللي زي دي بنبدأها بتهنئة، مش بأي حاجة غير تهنئة، لأن هي نهاية مسيرة مثالية مع نادي كبير حققت فيها العديد من البطولات سواء بمجهودك أو بأجهزتك الفنية أو بلاعبيك، فمبروك كابتن مصلح. والله الحمد لله، هي مسيرة يعني الحمد لله اعتبرها طبعا كبيرة جدا جدا في النادي الاهلي. بقول لك 37 سنة ما طلعتش بره النادي الاهلي في الجزيرة، وطبعا الحمد لله ماليها بطولات 62 بطولة، سواء كانت لعيب او مدرب او مدير فني. فيها مجهود كبير جدا، ويعلم ربنا ان انا ما بخلتش على نقطة عرق واحدة بس، لا على النادي ولا ان انا يعني اعمل لعيبة وكده. الحمد لله رب العالمين يعني. وحتى السنة دي الحمد لله توجنا برضو ببطولتين. أنا ما فيش سنة ما كسبتش فيها بطولة يعني، الحمد لله كل سنة كنت لازم أطلع ببطولة أو اتنين أو تلاتة الحمد لله. الحمد لله. لنا هنا وقفة، وحضرتك بتشرح البطولات اللي توجت بيها سواء كلاعب أو كمدير فني، إيه الوقفة اللي ممكن تقف عندها وتتكلم فيها وانت بتحكي هذه الرحلة كابتن مصلحي؟ طب خلينا قبل جمهور النادي الأهلي له اتفضل. كل الحق طبعا في ان هو يكون زعلان على خساره الدوري والكاس سنتين ورا بعض. ايوه كويس. 62 بطوله، محمد مصلح الحمد لله رب العالمين واخد 62 بطوله، الانديه مصر كلها ما تمتش 55 بطوله، فكفايه قوي يعني الحمد لله. تاريخ كبير جدا ومشرف في النادي الاهلي. كنت اتمنى ان يعني طبعا كان العتاب كان قاسي جدا وانا متقبله، لكن كان في شويه تطاول على شخصي، واعتقد ان انا ما كنتش استحق دوت. لكن زي ما قلت لك ان جمهور النادي الاهلي، زي ما كتبت، جمهور النادي الاهلي له سمات خاصه جدا، وهي المركز الاول والاهلي وبس، ما يهموش اي اسم تاني ولا اي حاجه، الاهلي فوق اي حد في الدنيا، وهي دي سمات جمهور النادي، وهو ده اللي انا عارفه، وهو ده الضغط النفسي اللي اي حد بيشتغل في النادي الاهلي لازم يكون عارفه كويس قوي. كمان الحمد لله يعني، يعني انا بقول لهم ان انا ما قصرتش، انا عملت اللي عليا، والاداره كمان كانت في ظهري وفي ظهر الفرقه لاقصى درجه. وتحياتي لجمهور النادي الاهلي طبعا، اللي زي ما قلت وهعيد وازيد ان هو السبب الاول في ان الواحد بيعمل اقصى ما عنده عشان خاطر يسعد النادي الاهلي. كلام محترم جدا، والعتاب نتفق انه كان قاسيا في بعض الفترات على مستوى النهايه. هل ترى كابتن مصلحي انه بشكل عام النهايه مش مثاليه، او مش هي دي النهايه المستحقه لمشوارك مع الاهلي؟ طبعا خساره الدوري والكاس سنتين ورا بعض، لا لا، ما انا نفسي طبعا متضايق جدا وكنت زعلان جدا جدا طبعا. لا بس برضو ارجع واقول الحمد لله يعني، احنا يعني اخر السنه اللي فاتت خدنا بطوله افريقيا، وبعدين خدنا السوبر، وبعدين خدنا بطوله عربيه، يعني اخر ثلاث بطولات ليا سواء افريقيه او عربيه او محليه الحمد لله حققتهم برضو مع النادي الاهلي. وده برضو يعتبر ليا انجاز وللفريق انجاز يعني. فالحمد لله على كل حال، واتمنى التوفيق طبعا للمدير الفني الجديد اللي جاي، والجهاز الفني ان شاء الله اللي هيكون متولي الفرقه ان شاء الله. ايه اللي حصل؟ ليه النتائج في اخر سنتين ما كانتش هي النتائج المعتاده بالنسبه للاهلي كابتن مصلحي؟ لو هتحب تشرح الاسباب على مستوى فني، على مستوى هل زادت المنافسه مثلا، هل كان في مشكلات معينه حاولتوا تحلوها وما لقيتلهاش طريق مع الضغط مثلا؟ يعني السنة اللي فاتت أقدر أقول لك المنافسة كانت قوية، والفرقتين كانوا أو يعني متساويين، فكانت في الملعب الماتشات في الملعب. أيوة. لكن السنة دي إحنا بادئينها كويس جدا، لاعبين الزمالك 5 ماتشات كسبناهم كلهم، حتى الماتشين، حتى النهائي اللي هو كان الترتيب في السوبر، وبعدين نهائي السوبر، وبعدين كل المؤشرات كانت جيدة جدا لغاية ماتش الزمالك الأولاني في الدوري. حتى الشوط الاول كان تسرب بقى للعيبه ان هم هيكسبوا باي شكل، كان السكور تقريبا 25-17. بعدين لما خسرنا الشوط الاول ابتدت الثقه تهتز، والثقه راحت للعيبه نادي الزمالك. خسرنا طبعا الماتش الاولاني والماتش الثاني في الدوري كذلك، الثقه تقريبا اهتزت في الماتشين دول. طب وطبعا الاداره جمدت 2 لعيبه عندي في نهائيات الكاس كانوا مهمين جدا. طبعا كان لازم على مشكله العقود طبعا. لا انا دي مش بتاعتي، تمام. ومش ممكن اتكلم فيها بدون تفاصيل، انا ما اقصدش تفاصيل، بس بفكر الناس ان دي مشكله العقود.
برضو والله ما يعني هو جه تجنيد، كابتن خالد العوضي اتصل بيا وقال لي الاثنين دول مجندين، ايه مفهوم. الاسباب؟ انا ما بتدخلش في اسباب خالص اداريه، المهم ان الاثنين اللعيبه دول كانوا مؤثرين جدا، ويعني برضو لعبنا ماتشين اعتبر بالمجموعه اللي كانت موجوده، انا ما كانش عندي تغيير خالص في مركز ثلاثه في الماتش، ماتشين الكاس تقريبا ولا تغييره خالص كانت عندي، وعندي عصر